بنحاول في الساعة اللي احنا موجودين فيها مع حضراتكم من 10 ل 11 في موعدنا اليومي من السبت الأربع، يعني تكون أجواء خفيفة، وعادة بتكون أجواء رمضان، إلا لو في أخبار يعني مهم إن احنا تكون موجودة ونقدر نقولها لحضراتكم أو نعمل متابعات ليها. ولكن كمان مستمرين في رمضان وأجواء رمضان، وأيضا ماذا عن قطايف وأيضا كنافة في رمضان والناس والزحمة. قبل الإفطار تجد محلات معينة، ناس رايحة نازل من البيت، حتى لو الدنيا غلت شوية، ولكن هي ما ينفعش مائدة الفطار ما يبقاش في حاجة حلوة، أيا كانت أي الحاجة الحلوة الناس اللي تحبها. محدش يقول لك بتاكل اللي أنت بتحبه، وكل سنة وأنتم طيبين. إحنا بنتكلم على شهر في السنة، فالناس زي ما حضرتك بتشوف كده الأجواء الرمضانية الجميلة، قطايف، كنافة، بسبوسة، يعني كل الأنواع اللي هي حلويات الجميلة اللي الناس تحب تشوفها، أو الناس اللي تحب تروح الأماكن بتاعتها زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، تقف تاخد وقتك دورك. طبعا تسأل حتى لو أنت بتكلم حتى على أسعار السنة دي، بعض الناس يقول لك والله حتى لو في حاجة زيادة أو كده، بس ما أقدرش، ما جبتش للولاد، بيبقوا منتظرين، ما أقدرش لو عندنا ناس وعندنا ضيوف أو عزومات، ما ينفعش ما نبقاش عندنا حاجة حلوة على الفطار. دايما يا رب يديم عليكم كده أيامكم جميلة، وأيام دايما أيام سعيدة وفرحانين دايما. وزي ما أنتم شايفين كده كل أدي يا سلام، إيه الجمال ده؟ أهو كده، هنا بقى إيه شوية بقى يعني إيه، ظبط بقى الكنافة. يعني عشاق الكنافة عليهم إنهم يتمتعوا بالكنافة وبأجواء رمضان الجميلة، عشاق القطايف يتمتعوا أيضا بالقطايف، وعشاق، في ناس يقول لك لا أنا أحب الكنافة بس ماليش في القطايف، في ناس يقول لك لا ولا ده ولا ده، عندي بسبوسة وحاجات تانية بحبها يعني. طبعا هي كل واحد هو متعته في رمضان، زي ما بقول كده بتبقى أيام جميلة. نشوف القطايف والكنافة أيضا في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. من أكتر الأماكن اللي بتتميز بالاحتفالات والأجواء الرمضانية هي منطقة السيدة زينب، علشان كده نزلنا نسأل الناس إيه السر حبهم للكنافة والقطايف، وإيه اللي يعرفوه عن تاريخ وجود الكنافة والقطايف في مصر. تعرف إيه عن تاريخ الكنافة والقطايف؟ إزاي دخلوا مصر؟ لا ده من أيام الفاطميين بقى، هم اللي عملوا الكنافة والقطايف، وكانوا بيعملوا الفطير والحاجات دي. الكنافة والقطايف عرفها ليه؟ من أيام المماليك مثلا أو أيام الفاطميين والكلام دوت. الكنافة اللي هي البلدي اللي بتتعمل والكلام ده. سر تمسكنا بيها لحد دلوقتي كمصريين. هي عادة يعني كل سنة طيبة عشان شهر رمضان وكده. هي عادة من أيام الفاطميين، وطلعنا لقينا أجدادنا وأهالينا كلنا بيحبوها، وإحنا طلعنا بنحبها وأولادها بيحبوها. متعودين إن الكنافة دي بتبقى موجودة على الترابيزات الفطار وكده، والحاجة الحلوة، ولازم تبقى حاجة حلوة يعني جنب الأكل وكده. والقطايف والحاجات ديت وقمر الدين والحاجات. هي ما بتتاكلش غير في رمضان، طول السنة موجودة، وتيجي في رمضان الكنافة اللي طول السنة موجودة. طول السنة موجودة الحلويات عامة، لكن الكنافة بيبقى ليها مذاق خاص في رمضان. يعني سبحان الله، هي بقت من عاداتنا وتقاليدنا في رمضان الكنافة دي. حضرتك عادة، هي الناس، هو الشعب المصري كده، دي عادة عندنا كل سنة، اللي هي الكنافة والقطايف والبسبوسة، عشان رمضان يعني حاجات رمضان والكلام ده. تاكلهاش غير في رمضان؟ لا عادي يعني، ممكن اكلها مثلا يعني لو نفسي فيها اجيبها. بس القطايف لا. القطايف لا طبعا، القطايف هو جو رمضان، القطايف والكلام دوت والكنافه. تعودنا في رمضان ان احنا ناكل كنافه وقطايف، تعود. انا عامه ما بحبش القطايف، فيها الكنافه والبسبوسه بس اللي احبها في رمضان، هو عشان رمضان وكده، هي العاده اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا من زمان، من اول ما اتولدنا على القصه دي. اللي احنا دمجنا هنا بمصر الافكار السوريه والافكار المصريه، ما ننسى انه كمان اللي صنع مصر هو حلواني زي ما بيقولوا، ما شاء الله عليها من جمالها وحلاوتها. رضوى نبيل لبرنامج على مسؤوليتي.